تفاصيل حادث سفينة وقود في جدة، والرياض ترد بقوة على إيران. حادث مروع استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود كانت راسية في المنطقة المخصصة لتفريغ الوقود في ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية. ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصادر بوزارة الطاقة، فإن السفينة المخصصة لنقل الوقود كانت راسية في الفرضة المخصصة لتفريغ الوقود في ميناء جدة لاعتداء إرهابي. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن الهجوم وقع في الدقائق الأولى من صباح اليوم الاثنين بقارب مفخخ، وأفاد بأنه نتج عن الهجوم الإرهابي اشتعال حريق صغير تمكنت وحدات الإطفاء والسلامة من إخماده، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود أو تأثير في إمداداته. وبالرغم من أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها فورا عن الهجوم الإرهابي، لكن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران غالبا ما تنفذ مثل هذه الهجمات الإرهابية باستخدام زوارق مفخخة مستهدفة منشآت نفطية سعودية وأعيانا مدنية. وفي أول رد من المملكة العربية السعودية على تلك الهجمات، نفذت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عدة ضربات لمواقع تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية وإحدى أذرع إيران في المنطقة. وأشارت التقارير العسكرية إلى أن الضربات الجوية التي وجهتها طائرات التحالف الدولية نجحت في التخلص من عدد من مسلحي ميليشيات الحوثي في المنطقة الحدودية بين اليمن والمملكة. وفي وقت سابق قال الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن محمد عبد السلام الحوثي إن على السعودية ألا تنتظر غير الرد والدفاع المشروع حتى يتوقف العدوان. وكتب على تويتر: لم يستطع النظام السعودي رغم استجدائه للتنديدات ومحاولته لعب دور الضحية أن يتجاوز كونه معتديا وبغيا بحق الشعب اليمني. وأضاف: العالم يعرف أن النظام السعودي شن عدوانا وحصارا بدأ به وأعلن عنه وما زال فيه، وما دام كذلك فعليه ألا ينتظر غير الرد والدفاع المشروع حتى يتوقف العدوان ويفك الحصار.